اليوم يوم 9/4، يوم سقوط الصنم. وإذا كانت هناك فرحة لنا في حياتي أنا شخصيا، إذا فرحة بحياتي حصلتها وحسيت بلذة، واقعا جاء أتكلم وأنا صايم، ما حصلت تلك اللذة والفرحة إلا يوم سقوط الصنم. وكان صدام وأولاده وذريته وأحفاده وما أدري أصهاره نسبانه ما أخذين العراق جملة وتفصيلا. نعم. وكنا في واقع الحال يعني كنا نعتقد أنه سوف لن تنتهي هاي الحقبة، الحقبة الصدامية البعثية. هو يذهب يأتي ولده، ولده يذهب يأتي صهرة، صهرة تجي بنته، وهكذا. فرحة عظيمة عظيمة واقعا إلى الآن لذتها أنا في على حال أحسها، للألم الذي كان فينا غير قابل للتصور. شباب لما أتكلم معاكم، اللي عمره 20 سنة، اللي عمره 22 سنة، اللي عمره 25 سنة، اللي عمره الآن ذولا اللي 18 سنة ما كانوا أصلا. أنا لما جاء أتكلم وياكم أنتوا أصلا ما تدرون صدام شنو وشنو كان وشو اللي سواه. تدرون إخواني أصدقائنا راحوا وانعدموا وألقوا في حواض التيزاب، في حوض التيزاب، وصار صار حسب تعبيرنا دخان. زين تدرون ليش؟ والله وأقسم، لأنه في اليوم حكى على صدام، قال هذا مو خوشات بس والله أقسم. واحدة من العوائل أنا أتذكرها، وصديقنا الله يذكره بالخير يوسف، ثمان خواته ثمانية مع 3 أخوته، يعني 11 واحد من العائلة راحوا. ليش؟ لأن لقوا عندهم كتب دينية، بنت الهدى، قصص بنت الهدى أنا قاريها، توجيه اجتماعي مجد، قصص دينية. ما تدرون إخواني، ما تدرون شنو اللي صار بينا. أنا أرجوكم الكتب اللي كتبت الآن عن سجون البعثين، عن تعذيبهم، عن حقبتهم، اقروها. لا تديرون بال ذول اللي سووا واللي فسدوا اللي على حال عملوا. زين أنتوا أخذتوا آبائنا، أخذتوا إخواننا، أخذتوا أولادنا، راحوا للسجون، أنطونا جثثهم ماكو، أنطونا مقابرهم وين ولو هيك اسم ماكو، يا وين صاروا، شلون مرت عليهم هاي السنين، أبدا. يعني كأنما لا بشر كانوا، مو واحد واثنين. الآن ذول اللي لسانهم طويل وصوتهم عالي من علي حال من بقايا وأذناب هؤلاء يصرخون عندنا مغيبين وعندنا كذا وعندنا مدري إيش، ترى هؤلاء ألسنتهم طويلة وصوتهم عالي، ولكن إحنا مئات الآلاف راحوا، مئات الآلاف. منو اللي سأل عنهم؟ منو قال عنهم؟ مدرسة من مدارس الكاظمية، يدخل المعلم يشوف على السبورة مكتوب الموت لصدام، على السبورة. منو كتبه؟ ما يدرون طلبة، ما يدرون، حتى لو كان يدرون ما يدرون. ضربوهم، أنبوهم، جابوا الأمين، مولانا كل الشعب أعدمت. لا إله إلا الله، كل الشعبة صف الرابع، يعني صف الرابع إعدادي كلهم أعدموا، حوالي 30 طالب. ليش؟ مكتوب الموت لصدام، ما حد يقول منه كتب.